مساء الاثنين 16 يناير 2023، قالت النجمة اللبنانية إليسا أنها ستسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون ذكر الأسباب. إلى اليوم كانت تغريدتها عادية قبل أن يكتب لها صديقها توني سمعان متمنيا لها الشفاء العاجل والعودة بأسرع وقت. تغريدته أثارت جدلا كبيرا وزرعت الخوف في قلوب كل عشاق لسه، لكن ملكة الإحساس لم تترك متابعينها بحيرة وخوف، حيث قالت أنها ستخضع لعملية جراحية بسيطة في يدها، وكتبت أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة في إيدي، لا داعي للقلق وشكرا على سؤالكم، أحبكم. ربنا يكمل شفاها على خير وترجع لجمهورها بالسلام. أليسا فاجأت الكل بتويتة مؤخرا كتبت فيها إن الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء وتحارب الجهل بالمناهج الدينية وتحارب التخلف بالفتاوى وتحارب الفساد بخطب المنابر وتحارب انقسام المجتمع بالمذهبية والتكفير وتحارب البطالة بالزواج والإنجاب هي أمة ميتة وإكرام الميت دفنه. انتوا ايه رأيكم في الكلام ده؟ شاركونا في التعليقات. هي عندها دلوقتي 50 سنة ولم تتزوج حتى الآن، وكانت كشفت مؤخرا عن دخولها قصة حب جديدة، وقالت ردا على أسئلة عدد من المتابعين حول دخولها في قصة حب، قالت بعيش حالة حب لكن ما عندي أي شيء أضيفه. ولدت أليسار خوري في بلدة دير الأحمر اللبنانية، بلدة في البقاع، من أم سورية وأب لبناني زكريا خوري. دي مع والدتها يمنى صوري. حيث تتألف أسرتها من 3 بنات و3 شباب، ودرست في مدرسة داخلية، وكانت لا ترى عائلتها إلا أيام العطل. التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة، لكنها لم تكمل دراستها الجامعية، وكانت متعلقة بوالدها الشاعر ومدرس اللغة العربية زكريا خوري لدرجة كبيرة، وقد التحقت بكلية العلوم السياسية بناء على رغبته. وقد توفي والدها في عام 2004، وفضلت النجمة اللبنانية إليسا الاحتفال بأعياد الميلاد عام 2014 وسط أسرتها، ونشرت صورا لها على حسابها الشخصي على انستجرام مع أخيها وأختها وأمها. إليسا علقت على الصور وكتبت قررت الاحتفال بأجمل الأعياد مع أجمل الأشخاص في حياتي، مع أخيها وأختها، مع والدتها يمنى، مع أخوها. كشفت المطربة اللبنانية إليسا خلال مؤتمر وولف الذي أقيم بدولة الأردن عن إصابة شقيقتها بمرض السرطان، وهو ما دفعها للإعلان عن إصابتها هي الأخرى بنفس المرض خلال كليبها الأخير إلى كل اللي بيحبوني، خاصة بعد أن طلبت شقيقتها منها مشاركة جمهورها آلامها. فيما فجرت إليسا مفاجأة أخرى خلال اللقاء، وذلك بعد أن قالت أنها لا تستطيع أن تتزوج في الوقت الحالي، وذلك لأنها لم يعد لديها المقدرة على الإنجاب بسبب تلقيها لعلاج السرطان، مؤكدة أنها لو تزوجت فسوف تتبنى طفلا لأنها تحلم بالأمومة. إليسا أو إليسار زكريا خوري، مولودة 27 أكتوبر 1972، مغنية لبنانية شهيرة اشتهرت في العالم العربي في الآونة الأخيرة، حيث اقتحمت عالم الشهرة وظهرت لجمهورها في العام 98 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب الذي كان أكثر الألبومات مبيعا في ذلك الوقت. كان ألبوم إليسا الثالث عايشالك 2002 إنجازا كبيرا في مسيرتها الفنية الذي جلب لها شهرة كبيرة والذي جعلها تحصل على جائزة الماركس دور للمرة الأولى عن فئة أفضل فنانة عربية. وفي سنة 2004 أصدرت ألبومها الرابع أحلى دنيا، فازت عنه بجائزة الموسيقى العالمية الأكبر مبيعات لمغني في الشرق الأوسط. معروفة طبعا إليسا.
بعد إحيائها لحفل بكندا، قررت النجمة إليسا ملكة الإحساس استغلال تواجدها هناك لزيارة ابنتي شقيقتها الشابتين باميلا وتيفاني المقيمتين بكندا. وشاركت النجمة صورها مع الجميلتين عبر حسابها على انستغرام، معبرة عن فرحتها بلقائهما، ولاحظ محبوها الشبه بينها وبين ابنتي أختها. هي صورها مع ابنتي. فاجأت الفنانة اللبنانية إليسا اليوم الاثنين 19 أغسطس 2019 جمهورها بتغريدة على تويتر تحمل نبأ اعتزالها الغناء، مشيرة إلى أن الألبوم الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا عبر حسابها على تويتر: أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة، هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتي الفنية. وأضافت: أعلن ذلك بقلب حزين ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا. وختمت التغريدة بقولها: لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن. يذكر أن إليسا لها الكثير من المواقف السياسية الجريئة التي أثارت عاصفة جدل على المنصات الاجتماعية، ففي الوقت الذي رحب فيه البعض بالآراء الجريئة، قال منتقدون إن على الفنان أن يلتزم الحياد احتراما لجمهوره الذي ينتمي إلى عدة تيارات. وده البوست على حسابها على تويتر الساعة 12 تقريبا الظهر النهاردة 19 أغسطس 2019. I am preparing this new album with a lot of love and passion. The reason. وهنا عمرو أديب رد عليها: سيدتي العزيزة، بعض الناس لا يستطيعون الرحيل هكذا، قد تكون العبارة تاريخية ومستهلكة، لكن أنت لا تملكين نفسك، أنت ملك لنا جميعا من المحيط للخليج. لا تضيعي أيامك الذهبية في الغضب، بل استمتعي بنجاحك ومحبة الملايين لك. بعد ساعة واحدة من نشرها شقيقتها. وعليكم صور من منزلها الفاخر مع موسيقى هادية.